أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر المصنف أن ما يجزئ في الكسوة ثوب تجوز الصلاة فيه، ونلاحظ أن ثيابنا البيضاء هذه الأيام ترى من خارجها العورة إذا لم يلبس ملابس داخلية. هذا ما يجزي، الشفاف ما يجزي، لأنه لا تصح الصلاة فيه ولا يستر العورة، فلا يكفي. نعم، فلا يكفي في الكفارة ما لا تصح الصلاة به، فإنه لا يجزي في الكفارة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.